رجعنا لكم من جديد مواصلين مع نبيل حاجي أمين عام التيار الديمقراطي وليد العرفاوي رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة. نجي زيري يلا تفضل سؤالك لوليد العرفاوي. أنا نحب نسأل سي وليد بما أنه مهتم بمبادئ المحاكمة العادلة وشروط توفر المحاكمة العادلة من خلال قراءتك كرجل قانون وكمختص في المجال هذايا للإيقافات اللي صارت الكل في المدة الأخيرة مع أنه ما فماش رابط بين الإيقافات هذه يعني بين الأشخاص الموقوفين. سمعنا أن فما قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، فما قضايا أخرى فساد، فما قضايا قديمة يعني ثم حالة التكتم على المعلومة الرسمية المتعلقة بمختلف القضايا هذه كل. هل عادي أن لا يتم إطلاع الرأي العام على قضايا اللي هي قضايا رأي عام، قضية التآمر على أمن الدولة، ونتفاهم أنا اللي حكاية سرية الأبحاث حكاية 48 ساعة، لكن في بقية القضايا يعني إلى جانب باهي متفقين إحنا اللي قانون مكافحة الإرهاب يعطي معناها يضفي السرية على التحقيقات حتى في قضايا الحق العام. لا ثم هي قضايا أخرى، القضية المتعلقة مثلا بشير العكرمي بمدير عام إذاعة موزاييك، الطيب راشد ومثلا الأزهر العكرمي وغيره، هل عادي يعني تكتم على المعلومة الصحيحة ونقعد وناخذ في المعطيات من مصادر مختلفة غير رسمية؟ وليد عرفاوي تفضل. ضمانا لسير البحث ديما القضاة ولا القضاة التحقيق اللي يبحثوا في الملفات ما يخرجوش وما يعطوش يعني توضيحات لازمة كل مرة كيفاش. أو المحامين يخرجوا لكن المحامين يعطي توضيحات حسب رؤيتهم وحسب مركزهم القانوني، فهمت؟ لكن الأهم من ذلك احنا في إطار إيقافات وفي إطار كما قلت لك محاسبة، فما جرائم فساد، فما جرائم إرهاب. اليوم إذا كان مش تبعوا الإجراءات نجموا نوصلوا الحل. إذا كان مش نحترموا القانون نجموا نوصلوا الحل. شنو هو الحل؟ هو الحقيقة اللي نحكوا عليها، هو أنه كل شخص ارتكب أنه يعني قام بجريمة في حق الدولة يتحاسب، ولا هو قام بجريمة إرهابية يتحاسب. أكثر من ذلك احنا اليوم ولينا عبارة تبخيس المحاسبة في تونس. اليوم راهو يا سيناجي مواطن يبارتاجي بوبليكاسيون ولا يعمل جيم على رأي معين، وإلا خاصة في الإرهاب يتوقف بالوقت. اليوم راهو المواطن وقت يمشي للمحكمة ونتمسكوا له ببطلان الإجراءات ما يمشيوش معانا. اليوم راهو فما ظلم، لكن أنا نحس في روحي كان الظلم بدا اليوم. فما ظلم، لكن ها هو الحل فين؟ الحل في أن نمشيو في مسار تشاركي. كيفاش تشاركي هذا؟ أنا مثلا منظمة المجتمع المدني، أنا كي تدخل أنت المنظمات ما تلقانيش جمعية ما تلقاش شارك في هذه البيانات. عندنا رؤية خاصة وحق الاختلاف وديمقراطية. شنو هي الرؤية الخاصة؟ هذا نقدم قراءة نقدية مكتوبة فيها فصولها وشي نجم يكون وشي ما نجمش يكون. بقية المنظمات تقول أنه مثلا بلادها دخلت في مسار نصف العدالة، كل مقاومات وثوابت العدالة الناجزة بعد 25 جويلية. شنو رأيك فيها؟ شنو الحل؟ أعطونا الحلول. الحلول مثلا فصل مفصول تحبوا يتغير، اعمل قراءة نقدية ليه وارسلها لوزارة العدل ونكافحوا ونتعاضدوا بانه يتغير النص هذاك. اما انه سياسة لانيغاسيون توتال هذه كل مرة نرفض دون حل حتى شيء. اعطينا قراءتك النقدية للمختلف معناها الاجراءات اللي صارت خاصة انا كما تعرف سينيجي ما نوبش فيها من الملفات الكل باش نشوف فما خلل. لا 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 عموما المستند القانوني قلت لك راهو موجود في الاجراءات. الاعلام صحيح كان لازم يكون فما اعلام، تقول لي الدفاع التضييق على حق الدفاع وخاصه على المحامين من شانه انه نصف المحاكمه العادله هذاك علاش الاجال 48 ساعه تلاعب بالاجال هذاك كذاك مرفوض، لكن هذا في التطبيق صار تلاعب وديما يصير تلاعب في الاجال. احنا نقولوا سماع يجي يعمل 48 ساعه يمنعنا باش ما نحضروش من بعد البدايه ويعمل سماع يعني في الخلوه وحده هو وياه. يعني التطبيقات هذه موجوده من قبل واحنا نحبوها تتطور، لكن انه على اساس هذه التطبيقات ردوا هذا المسار غلط. انا ضد، انا كنت ولا ازال مع مسار مكافحه الفساد ومسار تطبيق الاجراءات القانونيه الموجوده في النص بهدف الوصول لحقيقه قضائيه. هذه انا معاه وللمواطنين الكل نتصورهم معاه. هل هي فعلا حمله لمكافحه الفساد؟ طبعا كي ترى والا الظرفيه لتصفيه ربما
حسابات قديمه على 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 لا لا على انا وقت يعني شوف لا 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 شوف لا لا مش انا وقت لك سؤالي مش كمل لك سؤالي تفضل. الخطر فما بعض القضايا وبعض التهم قديمه ثم معناها قضايا ترجع حتى العام 2020 و2019 هو من يحرك عاده يقول لك اراده سياسيه هي اليوم علاش تحركت؟ إيه؟ ما عندوش حق السلطه التنفيذيه يعني داخل فما تقصير في المستوى القضائي في تحريك القضايا مش تقصير مش تقصير ما نجمش نقول تقصير ام لا ولكن هذه الملفات نجم تكون كانت في طور البحث الاولي في المراكز تحالت على التحقيق وبدات الخدمه بتاعهم نجم يكون طول المآلات بتاعها باش تظهر مش باللازم احنا شكون قلنا اللي المسار القضائي ولا المسار بتاع المحاسبه توقف ما نعرفوش فما مسائل ما كناش نعرفوها تقول بالقضيه الاقتصاديه والمالية تعرف قداش فما قضيه تعرف قداش من قضيه حالة على المجلس الجنائي ما نعرفوش بالتالي المسارات هذه احنا ما نعرفوهاش وما نجموش نعرفوا مآلاتها الا في صور توضيح من لسان الدفاع والمحكمه تفضل يا استاذ سينبيل قبيلة قبيلة يحكي الأستاذ على المسار التشاركي وسمعتك تقول سنساند مبادرة خطر بعد المعاينة اللي عملتها التو على هذا كان سؤالي المعاينة سي لا فان دو لا ريكري سي لا فان دو لا ديموكراسي تركيع القضاء تلجيم الإعلام ضرب المعارضة ضرب النقابات سي ان ايتا دي ليو يعني معاينة بي جيد عملنا المعاينة هذه لا هو مش جيد جيد المعاينة المعاينة هي اللي جيدة مش الحالة اللي وصلنا لها دونك سمعتك في مداخلة تقول سنساند مبادرة الاتحاد بشروط لو توفرت هذه ليش العنوان انت سمعت مداخلة عرفت لي انا ما قلتش لا لا سمعتها سمعتها انا قلت قلت انه اي اجسام تلوش في حلول الشعب التونسي بالعكس نشجعوها يعلم بها ربي شفت مجرد انهم عملوا مبادره شنو هي الحرب اللي تشنت عليهم دونك اصلا يعطيهم صحه انهم متحملين الضغط هذا كل وانه اي مبادره مخرجاتها ستتوافق مع مبادئنا ورؤيتنا سنشدوا على ايديهم ونشاركوا فيها ايه اما انا سؤالي مش هذا سؤالي ما عندكمش احساس أن هذه المبادرة مرفوضة ستولد ميتة لا أنا قلتها حتى في نفس الحوار في إذاعة أخرى قلت أن المبادرة هذه لازم تقدم للشعب التونسي مش للرئيس الجمهورية الرئيس الجمهورية رفضها قبل أن تولد كما قلت أنت واضح أن الرئيس الجمهورية مقبل حتى مبادرة حتى رأي مخالف حتى اقتراح حتى مشورة حتى لجنة مختصة كوميسيون دو فينيز اتحاد النقابات ما تحكيش إرميتيك دونك واضح لكن المبادرة هذه لازم توري للشعب التونسي أنها مبادرة قادرة تحل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاطر هذا اللي يهم التوانسة راهو قايس سعد يعني في هذا الكل يحب يسكتنا الناس الكل التوانسة خاطر باش ينحي الدعم على المحروقات خاطر قالت الحكومة أفق 2025 دبوزة الغاز شريوها بسومة لازم حتى حد ما يقول له لا خاطر قايس سعيد باش ينحي الدعم على المواد الأساسية يلزم كي يعمل هذا الكل كل نعرضوها على الشعب نعرضوها على الشعب احنا نعرفوا في مثل هذه الامور كيف تسير الامور كيف يعني تسير؟ نعرضوها تيجينا بالحاجة يعلق عليها الكرونيكر سور لي بلاتو يعلقوا عليها النخبه الشعب باش يقوم يناقش ولا باش يخرج في شعبي. مظاهرات عارمه ايه. على خطر المبادره الصادره عن الاتحاد مش خطرها صادره على الاتحاد في كمان لا سهله العمليه هو في الاخر بكل لا انا لا انت لا الاعلام لا السياسيين حتى خلينا البلاد في دفتر خانه ولا قيس سعيد مش منك صحيح. اصلا السياسيين اليوم اللي هما كي لحمه الكرومه متاكله ومذمومه معرضين للتضييقات هذه كل اي بورتون قاعدين يدافعوا على شنو انا شخصيا ما شديتش وزير وما ربحناش حتى دخلنا الحكم ما ربحناش مغانم شخصي ما سميناش حتى مستشاري احنا عندنا رؤيه البلاد هذه ماذا بينا للجيل القادمه تلقى بلاد خير من لقيناها احنا دونك اليوم احنا نقولوا في الكلام هذايا كان الشعب التونسي راضي انه جوع فله ذلك انا نقول له راي اثنين هذه غلطه ونحاول نقنعوا ان اللي هي غلطه ومبادرات تقنعوا انه ثم اثنين اخرى ممكن الانجاز التحقيق وتهزنا الواقع ما افضل كان هو طلب باش تتنفذ هالمبادرات الجديده راه فيها صلاح ومصلحته باي طريقه بالضغط الشعبي السلمي واضح ما ثماش حل اخر بن علي راه ما نحيناش بالدبابه ولا بالكرتوش راه خرج بالضغط الشعبي السلمي كان الشعب التونسي إما خايف ولا راضي بالوضعية أنا ليس لي إلا حاجتين قناعاتي ومبادئي وصوت لاني باش نكسر لاني باش ندعي الانقلابات لاني دونك شنو المطلوب مني جميع السلطة قال لاخر الفلوس والكرتوش والرائد الرسمي عند السلطة التنفيذية
انا والاتحاد وغيرنا من الاجسام الوسيطه شنو بدينا؟ قبل كان عندنا مؤسسه نجم تبلغ فيها صوتك وتعارض وتطعن بعدم الدستوريه وطيحنا قوانين وهبطنا للشارع وقانون المصالحه وقانون سجل الاعتداء على المنيين وكانت قوانين تناقش واسال الجمعيات تحب انت الحقوقيه النسويه كانت يجيو يعملوا بيدويي ويقنعونا وندافعوا على توجهاتهم وننجحوا ساعات وما ننجحوش ساعات. اليوم حد ما يحكي في شيء حد شيء تقرا بين الجمهوريه من با يجيكم في بلاتو يقول لكم ينوي يهز تونس لا هو لا رئيس حكومته وكان عجبك كان الوضع هذا يسعد التوانسه. نسمع صباح في واحد من حراك نعرفش الحركات نتاع بنوامر هذوما 25 جويلي فوالا دقت ساعه الزحف الشعبي مصلي عن النبي كريم هذه البلاد تحب تمشي ولا وحراك اخر صدقا انا ما نفرقش بيناتهم يدعو لحل باش يعمل ندوه صحفيه يدعو لحل اتحاد عام تونسي للشغل ايش نعملوا بعد شنو نعملوا صدقا ايش نعمل ايش خلي فيها البلاد خلينا نحن ومناشديه وليد العرفاوي هل كلمه بارك كمان على ملفات يلا 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 توكي 57 قاضي تعزوا انت تحكي لي وقتاش باش نطبقوهم هذا محاربه الفساد وقضيه الشهيدين والدوسيات اللي الحارقه اليوم ثم ظروف مش اليوم لا لا اليوم ولا غدوة قضية نظرية اليوم جوستومون المؤشرات خلينا نخدموا المؤشرات وإيقاف النزيف دولة المحاسبة ذمة دولة قانون تطفى الملفات الكل هي مواد ذمة دولة قانون وقت اللي أنت في الشفافية في السنوات الماضية ما نسالش مع بعضنا عام قلت لك في الأوف أنا لا نحكيو احنا قدام الناس كان نظن أنه نهار من نهارات كنا في 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 استبداد وديكتاتورية وفساد مالي وقضائي ونحكي وفجأة باش نوليو سويسرا راي الشعوب اليوم في الرخاء عم اثنين شكرا نبي الحاج مازال دقيقه من الوقت خلينا نشاركوا ضيفنا الثاني وليد العرفاوي اليوم خلينا نلخصوا المساله نحن امام ملفات حارقه يتبع فيها الراي العام هل تشوف انه من حقه الراي العام انه حتى ولو احنا دخلنا في مثلا فرضا انه مسار محاسبه فعلي اليوم دخلنا فيه في بلادنا هل يتنافى ذلك مع مساله مبدا مصارحه الشعب باش قاعد صاير في الملفات هذه بتطورات الملفات هذه باش ما يحلش الباب امام تاويلات وفرضيات وغموض مازلنا عايشينه على مستوى مثلا ناخذ الاكزامبل تاع الايقافات الاخيره طبعا ذلك يقتضي تدخل السلطات الرسميه لتوضيح هذه المسائل ولكن اهم من ذلك هو سينابيل قال المحاسبه يلزمها دوله القانون انا يعني مصطلح دوله القانون ضد دوله الحق يعني القانون ينجم يكون يتغير ينجم يكون ناقص لكن الحق ديما اعلى من القانون اليوم احنا نحبوا دوله تكفل حقوق جميع المواطنين امام المحاكم وفي الوطن وفي خبزهم اليوم وفي حياتهم وفي كل يوم في سبيل ماذا في سبيل انهم يفهموا شنو قاعد صاير وفي سبيل انهم يتطوروا مع انه السلطه التنفيذيه علاش ليه تخرج والا نطق رسمي باسم المحاكم في تونس سواء المحكمه القطب القضائيه والمحاكم المختصه انه يخرج ويوضح بصوره عامه ودون الخوض في الاسرار المهنيه وفي سريه البحث يوضح لرأيها مآلات هذه يعني ممكن هذا ما الذي ما يعيقه حتى وتم التوضيح سابقا سواء في العمليات الارهابيه وما الى ذلك اليوم قاضي وجيب قدامك اي ملف سياسي نجم تحكم فيه دون ان يساورك يا سيدي مش تخضع الخوف نجم تحكم بكل معناها أريحية. أريحية ما تخممش أنا غدوة أولادي باش ياكلوا أنا النجم استقلالية كان يهبط لي السخرة نتاعها في هنا استقلالية القضاء أولا هي استقلالية نفسية القاضي ما عادش فما استقلالية هي وظيفة هما موظفين اليوم وظيفة حسب الدستور لكن هذا لا يمنع عن أي استقلالية نتحدث أنه يطبق قانون ما يعجب عليه حد مش باش يبقى هو يعس عليه يطبق قانون ولا وسيف وسيف العزل مسلط على رأسه سيف عزل شنو شو معناها أنت معناها القضاة مطالبين انهم يدخلوا في نضالات فما سياسيين خرجوا في حاله صراع هذوما تعزلوا اللي خرجوهم في حاله صراع قبل ما تعرفش عليهم استنى مازلنا ياخروا لهم قضاياهم في اطار يقدموا شيء مازال الخير جاي يا استاذ شكرا شكرا لك وليد العفاوي رئيس الجمعيه التونسيه لدعم المحاكمه العادله شكرا نبيل الحاجي الامين العام للتيار الديمقراطي يعطيك صحه ناجي سونيا خليفه شكرا لكم انتم على حسن المتابعه سهره ما زالت متواصله على قناه التاسعه في التاسعه السبور احنا نرجع لكم غدوه في نفس التوقيت الى اللقاء